اهلا بيكم يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه اسمها جهني تريجر كده، مش عارف، مش متاكد من اسمها. هي لعبه صعبه شويه، هوريكم ازاي تكسبوها. يلا بينا. ايوه، الحمد لله كده الطلقات قربت تخلص. لا واو، لا بس حاجة مؤلمة قوي، جبتها في راسه وفي بطنه وفي كل حتة. ها؟ لا افتكرت واحد شرير، ده صاحبي. ما ينفعش اضرب القنبلة بقى، لازم هقوي. شوف كده سلاح قوي. هو شوف جرب ده قوي ولا لا. اجرب. مرة تانية بقى، مالي في ايه؟ اوعى تضرب. اخيرا عدتها. ده ايه ده؟ بيقول هيلب ساعدني. لو انا ما ضربتوش خلاص اخر يوم في حياتي. لا قبل كده لما انا كنت بلعب اللعبة دي مع نفسي، واحد ضربني وانا اتجنبتها وسبته، ما موتوش. معرفش بقى، حاجة غريبة. ده انا وانا بضرب الراجل الشرير الضربة كانت مع صاحبي. اوبا، يلا كمل بقى، احنا الابطال. يلا. ايوه كسبنا. احنا الابطال. ايه ده؟ انا اصلا ضربته. ده اخر دور. طلقة ودي طلقة. ده علي بقى، ده وحظ القنبلة ما جتش عليه. ايوه بس مش حلوة. بص يا اصحاب، انا هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد مني. سلام. بس اللي انت قعدت تفكر لوحدك وقلت لك المفروض تصل اقوى. يعني ايه الفيديو ده بقى؟ مش عارف.